عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. أيها الحال الكريم عشاق الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة عن طريقاتنا متواصلة من بريس الميادين ميدان رقيعات على بركة الله شوطنا الثالث الخاص هنا بالقعدان المحليات الأصايل. مسافتنا هي 6 كيلومترات، شوط خاص بالقعدان الثنايا. نسير مع البداية، نسير نفتتح المقدمة والقيادة من يأتي على المقدمة الأولى وعلى الصدارة. هنا البداية الأولى والصدارة والمقدمة، من يأتي زاهي على المقدمة السلية بسعيد بن سالم بسعيد الدرعي من يأتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني من يأتي على ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي هو مهدي ملك محمد بن سليب الحمدوه الدرعي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث أيها الحبل الكريم اللي هو عقيب من يتقدم سالم بخليفة بن محمد الدرعي من يأتي على المركز الثالث، بينما رابع المراكز رابع المنطلقين والباحثين عن الناموس في هذه اللحظات رابع المنطلقين والواصلين اللي هو شاهين سعيد بن علي بن وحير الدرعي من يأتي على المركز الرابع. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة والقيادة في هذا المسار الكبير، نعود مع البداية، نعود مع الكوكبة الثلاثية على المقدمة الأولى وعلى الصدارة وعلى الانطلاق الأول والتحديات المثيرة على البداية. يا سلام مهدي مهدي وهدي يا مهدي وهدي هدي يا مالك مهدي، تونا في البداية وفي الانطلاقة الأولى في هذا المسار. محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي من يأتي على المقدمة يقدم لنا مهدي على المركز الأول، ولكن ضغوطات الضغوطات من قبل زاهي السلي بسعيد بن سالم بسعيد الدرعي من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز ثالث المنطلقين الواصلين. الله عجيب عجيب سالم خليفة بن محمد الدرعي والمركز الرابع أيها الحبل الكريم شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي من يأتي على المركز الرابع. يا سلام على هذه الانطلاقة، انطلاقة القعدان أول أشواط القعدان الثنايا. الله يا المحليات هنا تسير وتنطلق بقيادة
مهدي على المركز الأول وعلى الانطلاقة الأولى وعلى التحديات المثيرة. مهدي لازال مع البداية مع الصدارة والقيادة الأولى، بينما المركز هنا مهدي ملك محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي، ولكن المركز الثاني القدوم زاهي زاهي ملك سليم بن سعيد بن سالم بن سعيد الدرعي، من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز ثالث المنطلقين الواصلين. هنا عقيب سالم خليفة بن محمد الدرعي من ياتي على المركز الثالث ورابع المراكز رابع المنطلقين. الله شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي من ياتي على المركز الرابع في هذا المسار الكبير والتحديات المثيرة. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة مع مهدي، مع مهدي على البداية الأولى وعلى الصدارة والقيادة، وينطلق في هذا المسار محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي من ياتي على المركز الأول وعلى الصدارة. ها هي الكوكبة الثلاثية المنطلقة في هذا المسار الكبير، والمركز الثاني القادم زاهي سليم بن سعيد بن سالم الدرعي من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز ثالث المنطلقين. عقيب سالم خليفة بن محمد الدرعي من ياتي على المركز الثالث، أما المركز الرابع شاهين سعيد بن علي بن وحير الدرعي من ياتي على المركز الرابع. يا سلام يا سلام، تقدم شاهين، بدأ في الاقتراب عند لائحة الاثنين كيلو مترات المتبقية من عمر هذا الشوط ومن مسافة هذا الشوط. نعم نعود مع البداية ومع الصدارة والقيادة. مهدي مهدي لازال مع البداية لا مع الصدارة مع المقدمة مع الحوار الثنائي ما بين مهدي وما بين زاهي. الله يا زاهي تقدم تقدم شوي زاهي على البداية على المركز الأول وعلى الانطلاقة الأولى. سليم بن سعيد بن سالم بن سعيد الدرعي من يقدم لنا زاهي على المقدمة الأولى. هنا نتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. الله الله نتابع الانطلاقة، انطلاقة زاهي على المقدمة على الصدارة على المركز الأول وعلى الانطلاقة الأولى والتحديات المثيرة. سليم بن سعيد بن سالم الدرعي من ياتي ويقدم زاهي على البداية، بينما المركز الثاني الله مهدي محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي، والمركز الثالث هناك الانطلاقة والتحديات عجيب سالم بن خليفة بن محمد الدرعي، والمركز الرابع التقدم شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي من ياتي على المركز الرابع. اقتربنا من الكيلومتر الاخير، نقتربنا هنا من لائحة الكيلومتر الاخير. حرك اللي بتحرك، حرك اللي بتحرك، الكيلومتر الاخير الكيلومتر الخطير بقيادة زاهي على البداية، سليم بن سعيد بن سالم بن سعيد الدرعي، وفي الملاحقة وصل عقيب عقيب سالم خليفة بن محمد الدرعي، وايضا مهدي قادم بكل قوة محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي، والقادم ايضا شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي. يا سلام يا سلام، ولعت ولعت ولعت، الحين ولعت الحين ولعت عندما اقتربنا من خط النهاية. يا سلام يا سلام، كوكب الثلاثية من القعدان الثنايا المحليات بقيادة زاهي زاهي زاهي. وصلوك الجماعة، وصلكم شاهين من المناطق الخلفية، ماشي تسلل، روح 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 يا اللي بتروح. وصلوك الجماعة يا مالك زاهي. الله الله روح مهدي 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 وزاهي وشاهين، لمن الفوز لمن الانتصار الامتار الاخيره.
الامتال مجنونه الله يا مهدي ما عنده هدوء في هذا الانطلاقه وفي هذه التحديات. مهدي ملك محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي وزاهي ايضا هناك ملك السليم بن سعيد بن سالم الدرعي وايضا هناك شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي لكن الله مهدي استعاد حقوقه المرهوبه. تهانينا لمالك مهدي تهاني محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي المركز الثاني وصل زاهي سليم بن سعيد بن سالم الدرعي المركز الثالث شاهين سعيد بن علي بن حير الدرعي المركز الرابع وصل عقيب ملك سالم بن خليفه بن محمد الدرعي. نعود بالتالي والناموس لمالك مهدي محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي توقيت زمني 10 دقائق بالوفاه تمام 11 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس تهانينا لمالك مهدي محمد بن سليم بن حمدوه الدرعي.